اليوم يعني في نهاية الاجتماع هما قدموا لنا ارتياحهم الكامل يعني على الأجوبة لكل أسئلة قدمت لنا، ونظن باللي ما بقاش نقطة اختلاف، ما بقاش غموض، وينتظروا الزيارة تاع الوفود المشاركة وممثلين الاتحادات الدولية وكذا اللجنة الدولية بإكمالها، باش يطلعوا يعني على تقدم الأشغال والأجوبة يعني عن كل التساؤلات ديالهم.